طيب مباراه المريخ اللي جايه يا كابتن علي، مباراه احنا طبعا مباراه فيتا كلاب بالنسبه لنا كانت مباراه لا بديل عن الفوز، الحمد لله عملنا نتيجه جيده جدا وفوز وأداء. كبير جدا واداء اكتر من افضل رائع. اداء في صحيح دي افضل، ده افضل اداء من بعد مباراتين الوداد، برافو عليك، مباراه انبي ومقاولين ده افضل اداء للمقاولين الشوط الثاني كمان ماشي، ومقاولين الشوط الثاني، مقاولين الشوط الثاني ومباراه انبي كامله، مباراه انبي كامله ومباراه الوداد، مباراتين الوداد وده والمباراه دي، يعني دول افضل مباريات حصل فيهم اداء. طيب مباراه المريخ شايفها ازاي؟ رغم طبعا خروج المريخ من السباق بشكل كبير، لكن دايما وابدا مباراه اللي بتقام في السودان بيبقى لها طابع خاص، صعبه، مباراه صعبه جدا ممكن يبقى صعوبتها خروج لعيبه المنتخب، لعيبه المنتخب دي راجعه النادي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ ما انا برضو لو عندك لعيبه مؤثره مش موجوده ممكن تعمل لك صعوبه للقاء، ولكن مباراه في كل الظروف مباراه صعبه، ولكن النادي الاهلي دلوقتي انا شايف ان لو النادي الاهلي تمسك او مشي على نفس الاداء اللي كان موجود في مباراه فيتا كلوب اعتقد هيبقى فيه مكسب ومكسب مريح كمان، والنادي الاهلي كمان هيبدا كمان يبص لان اعمل نتيجه كويسه مع سيمبا عشان اتصدر المجموعه، وشايف الاهلي هو ده التفكير اللي جاي، التفكير مش ان شاء الله يبقى فيه صعود مريح جدا، ولكن ان انا اتفادى التصنيفات الجايه.